من الحاجات الحلوة كمان اللي احنا حابين قوي نسلط الضوء عليها وبتبين معدن المصريين قد ايه جميل جدا، هو اعلان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عن مبادرة جديدة بتظهر حب المصريين للخير وخاصة خلال شهر رمضان الكريم. المبادرة هي علشان يتم توزيع 4 مليون كرتونة على جميع الاسر المستحقة المستهدفة في كل مكان في كل ربوع جمهورية مصر العربية قبل شهر رمضان المبارك. وكمان أعلن التحالف عن يعني المسؤول عن الحملة دي قال ما فيش أقوى من المصريين لما بيتجمعوا على حاجة، فما بالك لما يتجمعوا على الخير. بس السنة دي لمتنا غير، عشان لمتنا هدفها تجمع 4 مليون كرتونة يتوزعوا على كل المحتاجين زي ما قالت إيمان في كل حتة في مصر. الحقيقة المصريين ما فيش فرصة يا إيمان إلا ما بيساندوا بعض وبيقفوا في الأزمات وقبل الأزمات. فالنهاردة احنا بادئين بدري قبل كمان رمضان وقبل يعني ما نتأخر عن الناس الأكثر احتياجا. بنحييهم طبعا على الخطوه دي، خطوه جميله جدا التحالف الوطني. طبعا طبعا. وبعدين يعني خلينا نقول انه 4 مليون كرتونه مش يعني 4 مليون مواطن، الكرتونه بتكفي اسره. خلينا صحيح. نقول ان متوسط الاسره 4 اشخاص في شهر، يعني 4 في 4 ب 16 مليون بني ادم، ده على الاقل يعني 16 ل 20 مليون بني ادم هيستفيدوا من ده، وبتكفي على مدار الشهر كله 30 يوم في رمضان المبارك باذن الله، وان شاء الله يعني بعوده ليه إن شاء الله.